السلام عليكم ورحمة الله. طلابي الأعزاء، آخر جيل توجيهي على النظام القديم، أرحب بكم أجمل ترحيب. مدرس مادة اللغة الإنجليزية الأستاذة نسل بلوي، من أولها دقيقة لآخرها دقيقة بعد ضغط زر لايك. انتباه طلابي الأعزاء، محتويات مادة اللغة الإنجليزية يا أستاذ أنس، شو مادتنا راح تكون؟ منهجنا صعب ولا سهل؟ شو نظام تدريسك إلنا؟ كيف نجيب علامات عالية؟ كل هذا وأكثر نبدأه الآن في اليونت 1، الوحدة الأولى. زي ما أنتم شايفين أعزائي الطلاب، وحدة جميلة تتحدث عن التكنولوجيا، عن التكنولوجيا. قواعدها رقم 1 التنسز، الأزمان. ومين فيكم ما سمع بالأزمان؟ وحتى اللي أصلا ما سمع فيها وركز في دورتنا الأونلاين بتكون أموره طيبة. دورتنا الأونلاين اللي بتكون إن شاء الله 3 حصص في الأسبوع، الدورة الأولى 1/5 أو الدورة الثانية 15/7، أيهما اخترت تتوفق إن شاء الله. رح يكون معنا السنة هاي خدمة اسمها خدمة الدرس الخاص. يوميا أنا متواجد في الاستوديو من الساعة 2 للساعة 8، لما يكون عندك أي سؤال كبسة زر عبطاقتك جو أكاديمي بطلع قدامك، نقطة أنت ما فهمتهاش منيح أو نقطة فهمتها بدك تتقوى فيها بزيادة أو حابب تختبر نفسك. أنا كل يوم ما عدا الخميس والجمعة، بدي أطش خميس والجمعة ما حدش له فيه، كل يوم ما عدا الخميس والجمعة متواجد على هذا الكرسي لمساعدتكم طلابي الأعزاء. الوحدة الأولى قواعدها التنسز، الأزمان، the passive voice، مش الباسيف فويس، المبني للمجهول، the reported speech، الكلام المنقول. ركز، كل هذا زمان انت أخذته، هلأ يتم شرحه لك من الصفر ومن جديد. causative، السببية، possibility، احتمالية. الverbs followed by gerund or by infinitive، الأفعال المتبوعة بمجرد، أو ing. معنا أيضا ما يعرف أعزائي بالconditionals، وبدنا نشوف كيف نستخدم الإف في حالاتها المطلوبة، الزيرو والفيرست والسكند conditional. كل هذا سهل وبتفهمه وبتفلل فيه، لكن حذاري حذاري، الإنجليزي زي سواقة السيارة، اللي ما بتمرس ما بيقدر يسوق. لذلك مئات الأسئلة أسبوعيا راح ننزل لك، امتحانات راح نعمل لك، تمرين من الآخر احنا فاضيين لك يوميا حتى تكون هاي المادة بالنسبة لك أسهل مادة. أما بالنسبة للفقرات، الفقرات يا جماعة الخير من الآخر، اللي ما بكون فاهم الفقرة 100% حافظ معنيها عربي إنجليزي ثم إنجليزي إنجليزي وأنا بسمع لك، يعني راح تصير أمورك 100%. بعدين كل معنى إنجليزي فيه له فيديو بنعمل لك إياه ريل حتى تكون بالنسبة لك الإنجليزي مهارة فهم وليست مهارة حفظ فقط. جميل أستاذ أنا راح أنسى، هذا إنجليزي. بقول لك كيف تنسى وأنا بعد كل وحدة بعمل لك مكثف أراجع لك كل إشي. كيف تنسى وأنا موفر لك مئات الأسئلة لكل درس حتى تكون أمورك 100%؟ كيف تنسى الفقرة وأنا موفر لك كل أنماط الأسئلة والوزارية على الفقرات وأكثر من ذلك؟ تابعوني تابعوني 2007، لأنكم آخر جيل معكم ولكم مجهود استثنائي حصريا أونلاين. إحنا فقط لأنه إحنا على قناعة إنه اللي مش أونلاين أوفلاين. مادة كبيرة زي هيك تنختمش وما بتنعطى قيمتها 100% إلا أونلاين. أنا عارف طبعا الأونلاين ما بينفع مع طالب ما بده يتعلم، مع طالب بيأجل، مع طالب بقول بعدين بعدين بعدين، عندي ببجي، عندي كول اوف ديوتي، عندي ريد تو ريدمبشن، عندي فيفا. ما بينفعش التوجيه كله، ما بينفع مع الطالب اللي بيأجل. التوجيه بينفع بس مع الطالب المنظم، طالب المتكتك من مكتبه ببين اصلا. طيب بالنسبه للوحده الاولى، شو بالنسبه للوحده الثانيه؟ اسهل وحده بتحكي عن الطب مارسن، وبتحكي عن قاعده سهله اسمها اليوستو والبيوستو. هاي اللي بتحكي عن شيء اما انه يكون فيميليار، بتحكي عن شيء عادات، هل هاي العاده باست هابت عاده ماضيه، ولا فيميليار هابت عاده مالوفه ما فيش فيها صعوبه، لا اللي قبلك استصعبوها ولا انت راح تستصعبها. حدث فلا حرج عن الوحده الثالثه، قاعدتين اللي فيها الفيوتشر تنسز، الازمان المستقبليه. طبعا الفيوتشر سمبل في الوحده الاولى، بس هنا بصير ادفانسد فيوتشر، مستقبل متقدم. بيحكوا لك عن شيء اسمه الفيوتشر بيرفكت والفيوتشر كونتينوس، وهو اسهل شيء، يعني ما في اصلا اي غلبه.
فقرات تتحدث عن الفيوتشر، عن المستقبل، وتخيلات حول المستقبل. نعم، وتخيلات حول المستقبل. نعم، الوحدة الثالثة. أما الوحدة الرابعة فبتكون ختام المسك. ليش ختام المسك؟ لأنه قواعدها تسمى الكليفت والريلاتيف، أشياء مرقت عليك بنعيد لك إياها بالتفصيل المل مل مل ممل حتى تكون أمورك 100%. من الآخر، حظكم حلو، أنتوا آخر جيل توجيهي، لا نعتقد وجود أي صعوبات في أي مادة راح توجهوها إن شاء الله. يعني من يدرس ينجح، من يجتهد يحقق. أنت تعبت 100% بتأخذ معدل 100%، تعبت 70% بتأخذ معدل 70%. ربنا أخوي عادل، ربنا يا بنتي عادل، على قد تعبك بيعطيك زيادة لأنه اسمه الكريم. في هذا العام خلوا عنوانه عام، وعام التفوق فقط، لا أكثر ولا أقل. دورتنا الأولى أونلاين على بطاقة جو أكاديمي، موجودة في كل المكتبات، والدوسية موجودة في كل المكتبات. الدورة الأولى بتاريخ 1/5، والدورة الثانية ب 15/7. والله زي ما عمل، زي ما بنحب أولادنا بنحبكم، لأنه أنتم مستقبل الأردن، أنتم مستقبل البلد، أنتم اللي بنحبكم طول عمرنا معكم موجودين كمدرسين. أنت حيثما يضعك معلمك سأضعكم هناك عند النجوم بإذن الله، وأنتم فاهمين كل موضوع. أستاذ إحنا بالرايتنج صفر ضعاف، تعال كل أسبوع عندك حصة رايتنج بس اتمرن، وحصة الرايتنج راح في عندك حصة مسجلة، والحصة المسجلة نفسها بنعملها لايف للطلاب اللي عندهم ضعف عشان نقويهم. نبلش معهم من كتابة الحرف حتى تكون أموركم 100%. نعلمكم شو يعني introduction، مقدمة، وما هي التوبيك، وما هي الثيسز، وما هي الكنترولينج ايدياز. نعلمك شو يعني البادي، ما هي الماينر، وما هي الميجر ايدياز، ونفوت على الكونكلوجن الخاتمة، ونعلمك شو هي عناصر الخاتمة اللي هي بكل بساطة بتيجي بس restatement وفاينل كومنت، تلخيص وتعليق الكاتب. الله يا 2007 يجعله بالنسبة لكم عام التوفيق. رضا الوالدين أهم شيء بحكي لكم عنه تسووه. رضا الوالدين هو اللي بوفقك، هو اللي بيفتح لك طريقك، هو اللي بنور لك دربك. أرجوكم تكونوا منظمين، أرجوكم تبلشوا بحماس وتنتهوا بحماس، ومعروف اللي ببلش قوي بينهي قوي، غير هيك ما في كلام. كل الحب والاحترام لكم، أنس البلوي.